نجحت الجهود المصرية في تثبيت التهدئة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، ويبدو أن التدخل المصري حد من تدهور الأمور الميدانية في القطاع التي كادت أن تنفجر إثر تبادل عشرات الصواريخ بين القطاع وإسرائيل. إسرائيل يجب أن تلتزم بالتهدئة، إسرائيل يجب أن تلتزم بالقانون الدولي، إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على الشعب الفلسطيني. وكانت الطائرات الإسرائيلية قد شنت غارة عدة على جنوب غزة مستهدفة مواقع للمقاومة الفلسطينية، أصيب في خلالها عدد من الأشخاص، بينما ردت الفصائل المسلحة بستة صواريخ على البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع. رأينا أن من مصلحة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة أن يكون هناك تهدئة، ولكن الاحتلال يقوم باختراقها كثيرا، ولذلك لن تصمت الفصائل الفلسطينية على أن يقوم الاحتلال بهذا الانتهاك الخطير والمستمر. وبدت جولة التصعيد اختبارا لعلاقة مصر الوسيط الدائم لوقف النار مع حركة حماس، بعدما كانت القاهرة قد جمدت اتصالاتها مع الحركة واستبدلت مفاوضاتها مع حركة الجهاد الإسلامي. ويبدو أن التهدئة أنقذت حماس من الدخول في مواجهة جديدة مع إسرائيل في وقت تتعرض فيه الحركة لعاصفة من الحصار الغير مسبوق للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال من غزة شريف النيرب